سلام الله عليكم أخواني. أنا الآن دخلت إلى ضريح مولاي إسماعيل. هذا هو الضريح، هذا هو الضريح. هون في أربعة قبور. أول قبر هو قبر زوجة مولاي إسماعيل، بعدين مولاي إسماعيل، بعدين ابن مولاي إسماعيل وحفيده. ألف الكاميرا وأحكي لكم عنهم. ما شاء الله، هذا شباب الجانب الجنائزي. هون لما بتدخل على ضريح مولاي إسماعيل، احنا جينا على الضريح، تجد بركة، الزليج المغربي، الزخارف الإسلامية كما هو الحال، سقف من الخشب، ومن ثم نتوجه إلى الضريح. في هاي الباحة خلف هذا الباب يوجد ضريح الشاعر الصوفي المعروف مولاي عبد الرحمن المجدوب، موجود هنا. وبدي أفرجيكم شغلة، شايفين شو مكتوب على الزخرفة هون شباب؟ مكتوب العز لله، هذا سلوغن الدولة العلوية الإسماعيلية الأولى، كان هيك العز لله. شوف مكتوب في كل مكان، قرب لك عليها. والآن نحن نتوجه إلى الضريح. اخواننا لما بتيجي على ضريح مولاي اسماعيل، اي بوابات بتشوفها زي هيك معناته هاي اضرحه للاسره العلويه اللي كانت هنا في مكناس. يعني هون في مجموعه قبور، مش قبر واحد، هون في مجموعه قبور وليس قبر واحد. بدي افرجيكم شغله حلوه لفتت انتباهي، هاي ساعه شمسيه، هاي الان ساعه شمسيه. الان احنا شباب هنفوت الى الضريح، ضريح مولاي اسماعيل بنفس الطريقة. أوه ما شاء الله، شوف 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 شباب، ما شاء الله تبارك الرحمن. إخواني الأعزاء، الآن وصلنا إلى قبر مولاي إسماعيل، وهنا يوجد أربعة قبور زي ما أنتم شايفين، تمام؟ هذا القبر الأول من هون هي الزوجة المفضلة لمولاي إسماعيل، واسمها لالا خناتة بنت بكر. القبر الثاني هون هذا قبر مولاي إسماعيل مؤسس مكناس، مؤسس الدولة العلوية الإسماعيلية، القائد الكبير العظيم. وجانبه هون هذا أحد أبنائه واسمه أحمد الذهبي. وأيضا هون هذا حفيده، أحد أحفاده، اسمه مولاي هشام بن زيدان. فأربعة قبور موجودة هون رحمهم الله جميعا. وبتلاحظوا كمان كونه جينا وحكينا في هاي القصة بعد الترحم على أرواح المسلمين والقادة العظماء، شو بتشوف؟ بتشوف انه في اربع ساعات، هي ساعة تنتين، وفي على الجدار، على الجدار من هون وعلى الجدار من هون في كمان ساعتين، هدول اربع ساعات. ايش قصتهم؟ هدول خليني اربط لك اياهم بإشاعة اشيعت عن مولاي اسماعيل. الرجل كان مولعا بالنساء، هذا اوكي احنا متفقين عليه، لكن هل انجب 1000 من الاولاد؟ يعني هذا اللي مشكوك فيه. كانت علاقته قوية بلويس الرابع عشر ملك فرنسا. عموما بسبب ولعه بالنساء هو طلب ايد البنت لويس الرابع عشر ملك فرنسا. ولما طلب ايدها ارسل الهدايا الثمينه. لويس ومولاي اسماعيل علاقتهم سياسيا كانت كثير قويه. فلويس بادل مولاي اسماعيل بان ارسل له اربع ساعات هدول عشان يحكي له انه احنا علاقتنا كويسه وطيبه، ولكن موضوع الزواج هذا شوي في صعوبة، لأنه طالب إيد البنت، بنت ملك الملك لويس، أمير بولندي. وبنفس الوقت قد يكون سبب الرفض له علاقة بالدين، أنه مولاي إسماعيل طبعا مسلم والبنت مسيحية. فلذلك حبيت بس أحكي لك هاي القصة وأربط لك إياها بقصة أنه نعم هو قد يكون مولعا بالنساء، لكن عدد أولاده تجاوز 1000، يعني هذا يحتاج إلى نظر وبحث وتقصي.